يعني في الساعة 11 بمدينة الدار البيضاء أمام بعض الفنادق المصنفة بمدينة الدار البيضاء. كان السائق ديالنا اللي هو هذا عنده واحد الحز ديال واحد الزبون اللي توصل به باش يهزو من الفندق وجهة المطار محمد الخامس. فإذا كيجي عنده واحد السائق ديال سيارة أجرة وكيطلب منه الوثائق ديال السيارة ديالو بما فيها المانيفيست والفوتشر ديال الزبون، وكذلك يعني كيتأكد من قانونية ديال النقلة اللي كيحمل عليها الزبون اللي كيتوجه للمطار وعنده يعني رحلة خصو يمشي يدير لونغوجيسترومون ديال الطائرة ديالو. دونك هاد السائق ديال سيارة الأجرة اللي دار واحد السد غير قضائي أمام هاد السيارة هاد النقلة اللي كتحترم دفتر التحملات ديالها ومرخصة من طرف وزارة النقل واحترمت يعني جميع البنود المشار إليها في دفتر التحملات اللي موقعة الوزارة الوصية مع وزارة السياحة، اليوم كيتعرض لهاد الممارسات اللي هي غير قانونية اللي هي تعسفية في حق هاد الشركات ديال النقل السياحي اللي تضرات منذ بداية الجائحة. الكل يعلم الآن بأن القطاع ديال النقل السياحي هو قطاع متضرر منذ بداية الجائحة، والقليل من المقاولات التي لا زالت تتنفس، أعيد وأشير بالذكر بأن المقاولات ما زالت تتنفس لأن جل المقاولات أقبرت يعني بالعديد من المشاكل، اللي منها مشاكل ديال القروض ومشاكل ديال 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 الحجر الصحي وإغلاق الحدود البرية والحدود الجوية. اليوم هاد المقاولات اللي بدات كتنفس وبدات كتساعد النشاط ديالها يعني بتنسيق مع جميع المكونات وبتنسيق مع وزارة السياحة كذلك، والمجهودات اللي كيقوم بها المكتب الوطني للسياحة من اجل انطلاقة السياحة في المغرب بعد الجائحة او في غضون الجائحة. اليوم كيتعرضوا المقاولات ديالنا للتعسف، كيتعرضوا للمنع ديال المزاولة ديال النشاط ديالهم طبقا لدفتر التحملات من طرف بعض اصحاب سائقي سيارة أجرة اللي كيمارسوا الصفة الضبطية امام بعض الفنادق المصنفة. دونك اليوم حنايا بغينا نعرفوا كمقاولات واش عندنا ضمانات اليوم باش نخدموا، واش عندنا الحق نزاولوا النشاط ديالنا طبقا لدفتر التحملات، ولا نجلسوا ونقبروا هاد المقاولات هادو ونجريو على هاد لي سالاري ديال هذا هو السائق اللي تعرض. بغيتك غير تقول لي كيفاش تعرضتي وكيفاش تعرضتي لهاد المحاوله ديال هاد السد الغير قضائي من طرف هاد السائق سياره الأجرة. جيت نهز كليان ديالي كما العاده، حنا عندنا واحد كنخدموا كتهز كليان من نقطه ا لبي، يعني عندنا كليان جيت نهزو جامو الطاكسي وقال لي هذا واش مخلص ولا غيخلص؟ ديجا مخلص، عندي المسائل ديالو، عندي الفوتشر، عندي المانيفيز ديالو، جا عندي سد عليا بالطوموبيله بالطاكسي ديالو، قال لي هاد الكليان ما غتهزوش، قال لي ما غديش هاد الكليان، والكليان جا قال لي اودي بالنسبه لي انا راني عندي ديجا من خالص وديجا عندي الفوتشر ديالو وراه الفوتشر وراه كلشي. سد عليا، عيط على جوج طاكسيات وحدين اخرين سدوا عليا، سدوا لي الطوموبيل، قال لي اعطيني الوراق ديال الطوموبيل، قلت له ما غنعطيكش الوراق بصفتك انت شكون باش نعطيك الوراق؟ قال لي لا خصك تعطيني الوراق، قلت له لا انت ما عندكش السلطه باش نعطيك انت الوراق. صافي تما عيط على البوليسي جا خدا الوراق ديال الطوموبيله وخدا الوراق ديال مول الطاكسي وتبعنا للدائره. دابا درنا معهم محضر في التيرمانونس هنا في الردان. نعم هذا الاشكال ملي كيكون واحد النزاع وكتحل هذا الملف هذا للدائره الامنيه يعني كيولي تدخل ديال واحد الاطار النقابي اللي كينظم اصحاب سائقي سياره اجره، وهذا الاطار النقابي يعني في حين عوضا من ان ينظم القطاع وان يشتغل على هيكله القطاع الذي هو قطاع ديال سيارات اجره اللي هو قطاع غير مهيكل، يعني كيمارسوا علينا واحد الممارسات اللي هي تعسفيه على مقاولات منظمه تحترم القانون، تحترم دفتر التحملات، عندها يعني سائقين يعني اللي في المستوى سائقين مهنيين يحترمون القانون من اجل يعني تجميل الصوره ديال البلاد ديالنا ومن اجل الاخيرات في عمليه استقطاب السياح. دونك اليوم ما يمكنش لينا حنا نبقاو ساكتين امام هذا التعسف، حنا اليوم محتاجين ضمانات من عند السلطات المحليه، والدائره ديال هذه الجهه هذه خصها تحرك وتمنع هاد الاشخاص اللي كيقوموا بهاد المسائل الجنائيه.